اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الثانيه من فقره الاهلي خط احمر، وهي فقره اون سبوت او تحت المجهر. هنشتغل على الاسبوع اللي فات، وطبعا كان عندنا مباراه الاهلي واطلع بره يا فارس، مبروك طبعا الفوز. طبعا فقره اون سبوت هنركز على المباراه دي وعن ردود الافعال على السوشيال ميديا، وكان عندنا يعني تقريبا توقعات قبلها، كان عندنا فقره ملك التوقعات اللي توقعوا فيها نتيجه المباراه بشكل صحيح. نعرض كده الاسماء، 12 اسم تحديدا، 12 اسم 12 اسم هم، عشان بس احقاقا للحق يا فارس، هم مفيش حد طبعا توقع ان احمد الشيخ يجيب هدف، لكن هم توقعوا النتيجه 4-0 وثلاث اهداف جولين لازارو وجول لعلي معلول. ده اللي توقعوا، قلت لهم احمد الشيخ ضرب لكم كل التوقعات بالضبط. وفعلا كان صعب اغلب حد الناس مستبعده احمد الشيخ، وبنتمنى ان هو يوصل على الاداء ده والمستوى ده ان شاء الله وتبقى دفعه معنويه. عايز اسالك سؤال يا احمد، واحنا بنتطرق لاهم النقاط اللي عدت علينا في المباراه دي، كان ايه احساسك والنادي الاهلي بيلعب دور ال64 اللي احنا ما اعتدناش اللعب فيه؟ احساسي ده خدني لفكره ان تاجيل الدوري لبعد افريقيا، وعدم تحديد هويه البطل الا بعد افريقيا، فبالتالي